قال الله العظيم في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نعتقد أن دين الله عز وجل هو دين كامل، لم يترك شيئا يرتبط بحياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم إلا وجاء به، وهذا ما صرح به القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن لهذا الدين أن يهمل أهم ما يرتبط بحياة الأفراد والأمم، وهو موضوع الإمامة وهداية الناس إلى الصراط المستقيم. كما أنه لا يوجد كتاب بلا رسول، كان من الممكن أن الله عز وجل ينزل كتبه على الناس من دون رسول، كل واحد يجلس من النوم يشوف كتاب سماوي في سطح بيته، أو أن الله يوحي إلى الناس بهذا الدين، لكن لا، الله أجل وأعلى وأعظم من أن يوحي إلى جميع الناس برهم وفاجرهم، وإنما يوحي إلى أنبياء محددين يخلقهم متميزين، طينتهم تختلف عن طينة بقية الناس لأنهم يحملون رسالة الله. أنت لو أردت أن ترسل رسالة لأحد فتنظر إلى داخل المجتمع وحواليك من يكون على مستوى أن يحمل رسالتك، خاصة وأن لله مقامات، مقامات الربانية ثلاث: مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الإمامة. الله عز وجل قد ينبئ أحدا بما يريد منه، وقد ينبئه وهو يريد هدايته فقط، لأن الأرض لا تخلو من حجة. مرت على البشرية فترة من الزمن لم يكن هنالك رسل، على فترة من الرسل بس كانوا أنبياء. الله يرسل نبي لنفسه وليس لبقية الناس، مقام النبوة ثم مقام الرسالة ثم مقام الإمامة. مقام الرسالة أن الله ينبئ بعض عباده الذين يخلقهم متميزين منذ البداية، ثم يحملهم أن يبلغوا الآخرين، يعني مو فقط نبي لنفسه وإنما هو نبي للناس يبلغ رسالة الله. وأعلى من هذا المقام هو مقام الإمامة. وفي الحقيقة القضية تشبه هذا المثال الذي أريد أن أضربه، وهو أنك قد تبلغ شخصا بخبر بس ما تكلف أن يخبر الآخرين، أحيانا تطلب من أن يخبر الآخرين فيقول أن الله قال كذا وكذا، والنبي في هذا الأمر مثل ساع البريد، لا يحق له أن يزيد كلمة في رسالة الله ولا أن ينقص كلمة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. النبي ما يزيد كلمة في رسالته، الله يبلغه يقول قل، هو هم يقول قل، قل هو الله أحد. طلع واحد مجنون في يوم من الأيام قال هذه كلمة قل زايدة في القرآن، الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد، الله الصمد. لا، النبي ما إلى حق يزيد كلمة ولا ينقص. لكن أكو مقام آخر للنبي وهو مقام الإمامة،
وليس أحد من الأنبياء والرسل يتجاوز مرحلة إلا بعد أن يمتحنه الباري عز وجل. يقول ربنا بالنسبة إلى إبراهيم، وإبراهيم نبي عظيم من أنبياء الله، أجمعت الأمم على أنه نبي، اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يرون أن إبراهيم هو نبي عظيم من أنبياء الله. يقول ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا بعد مقام النبوة وبعد مقام الرسالة، ابتلى امتحن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. زين أنا وحدي؟ قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. ظالم سواء سبق في ظلمه أو في ذلك الوقت كان ظالم، الله ما يوحي إلى الظالمين. تقول لي أليس في الحديث الشريف الإسلام يجب ما قبله؟ قل نعم، إذا واحد كان مذنبا وتاب فإن الله يتوب عليه، بس هم يعطي له جائزة على كفره، على جريمته يعطي جائزة؟ لا ينال عهدي الظالمين. مقام الإمامة أن تقول للناس أيها الناس هذا رسولي وعليكم أن تمشوا خلفه وتتبعونه في كل صغيرة وكبيرة. يمشي يمين تروح يمين، يمشي يسار تمشي يسار، مثل تشيع الجنازة. أصلا سمي أتباع أهل البيت بالشيعة، مثل ما الجنازة وين تروح؟ مستقيم تروح مستقيم، لفت على اليمين تلف على اليمين، لفت على اليسار تروح على اليسار، تشيع الإمام تتبعه. كنت أتبعه كما يقول الإمام علي بالنسبة للنبي، اتباع الفصيل إثر أمه. زين، هذا الدين ما ينقص شيء إذا كان عنده أحكام في الذهاب إلى أجلكم الله بيت الخلاء، 12 حكم عنده، قدم رجلك، قدم كذا، اجلس كذا، اعمل كذا، اغسل كذا. بالنسبة إلى القيادة والإمامة ما عين أحد، قال لك القرآن يقول أمرهم شورى بينهم، ممتاز، ما قال أمر الله شورى بينهم، وأمرهم بلدية، شوارع، هي القضايا شورى بينهم، هل قال وأمري شورى بينهم؟ هي قضية مرتبطة بالله، الله الذي الهداية بيده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يعين الصراط إلى رضوانه والطريق إلى جنته، مو أنا وإنت، هذا مو اختراع بشري، هذا جعل إلهي، وجعلناهم أئمة. ثم تقول أنه أمرهم شورى بينهم. زين، عملتوا بهاي الآية أنتوا؟ أشوف القضية، قضية القيادة، قضية الإمامة صارت فوضى في الأمة، فوضى عارمة. الله ده يعين ولي حجة، مو أي واحد حجة، لازم ينطق عن الله. روى جدنا عن جبرائيل ووالئ ناسا كما يقول الشاعر، قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، سلسلة مو مقطوعة. فحينما يكون الهادي من الله فأنت تمشي كما أمرك الله، وإلا يعني هل أن يقول لك أمرهم شورى بينهم، الحاكم اللي يصعد هو ولي أمر؟ أي واحد صعد ولي أمر؟ يعني كان نمرود هو ولي أمر موسى، فرعون عفوا ولي أمر إبراهيم، وفرعون ولي أمر موسى، هم كانوا حاكمين. بنو أمية كانوا يحكمون مكة، هل كانوا هم أولياء رسول الله؟ بعدين لو البشرية اجتمعت وقررت شيء حرمه الله، أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، هل هذا يصير حلال ولا حرام؟ لا. يعني نفترض أمة من الأمم
اتفقت على أن الخمر حلال، والله متفقين، اتفقوا في البرلمان على قانون، هذا القانون يخالف حكم الله، يتغير حكم الله بناء على أنهم اتفقوا عليه؟ لا، ما يتغير. ثم إن الصراط المستقيم مفرد، هذا الكلام اللي يقولوا لك إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كذب، الطرق إلى الله هو اللي حدده الله مو بعدد أنفاس الخلائق، كل واحد يجي يخترع لفر الطريق إلى جنة الله، ماكو هذا الشيء. سورة الحمد وهي السورة التي أساسها يعني محورها الأساسي اهدنا الصراط المستقيم، هذا المحور، بداية تذكر الله وتذكر أنه رحمن رحيم، ولو كنت وحدك تصلي تجيب بصيغة الجمع اهدنا نعبده نستعين، لكن يوم القضية توصل للصراط بصيغة المفرد، ما يقول اهدنا الصراط المستقيمة، ماكو عند صراط مستقيمة، هذا الصراط الله، غيره يباب خراب وهلاك. النبي قال لعمار، وعمار من هو من؟ رجل عظيم من أصحاب رسول الله، وهو الذي نزلت في حقه الآية المباركة إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فقال يا رسول الله نلت منك قدام عيني قتلوا أبوي وأمي، قدام عيني بالتعذيب قتلوا أبوي وأمي، يوم اللي وصلوا إلي نلت منك، فقال النبي إن عادوا فعد إلا من أكره، هذه آية كريمة في القرآن، وقلبه مطمئن بالإيمان، النبي يطلبه ويقول يا عمار إذا رأيت، هذا إذا يعني يوم اللي تشوف، مو إذا شرطية، يعني يقول لك إذا شفت فلان قل له، يعني راح تشوفه وتقول له، هذا هنا المقصود، إذا رأيت أن الناس سلكوا واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي، كل الناس راحوا صوب وعلي وحده يمشي، لازم تمشي وراه، انت تعين الامام، وليش انت متعين النبي، ليش متعين الله ربك الذي تعبده؟ والصراحه بعض القوم جاءوا الى رسول الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وأكلك خبزك احنا نعين لك، بعدين انت تعين الله يوحي الى من؟ ما يمكن ان نعين نبيا على الله، كما لا يمكن ان نبين امام ولا نبين نبي، لا يجوز لنا أن نعبد الله كما نرى وكما نشاء، كانوا مسوين أصنام، قالوا هاي الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذب غلط، هذا ما يقربك إلى الله، هذا زيف، لابد أن تتبع من يعينه، اللي الله يعينه هو اللي تتبعه، وإلا ماكو صراط. شوفوا في سورة الحمد نقول اهدنا الصراط المستقيم، مفروض بقية الآيات تبين صفات الصراط، بيبين صفات الصراط، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنت أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بشنو؟ بمال، قصور، سيارات، أموال، بالهداية، أنعم عليهم بأنه جعلهم حجته على عباده أمينه في أرضه، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني إذا واحد إحنا عيناه يصير مباشرة أوتوماتيكلي يصير هذا من الذين أنعم الله عليه، خاصة أننا نعتقد أن لا يكون مصلحا من ليس صالحا في نفسه، هو صالح هو مهتدي، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم
مهتدون، الله هديهم سلفا. طبعا مو فقط في هذه الدنيا، الله خلقهم مؤمنين به في عالم الذر. قال رجل للإمام الإمام الحسين سلام الله عليه: أين كنتم قبل خلقة آدم؟ قبل ما الله يخلق آدم في الأرض، ويقول للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وين كنت؟ قال: كنا أنوارا بعرشه محدقين، سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. أصل رب العالمين ليش أسجد الملائكة لآدم؟ يعني آدم الذي يقول فيما بعد ربنا عنه: ولم نجد له عزما، وعصى آدم ربه. سجد كل ملائكته، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، حملة العرش، الكروبين، واللي ما كان يقبل أي واحد اللي كان الله كان يطرده، مو فقط إبليس الله طرده، أي واحد ثاني إذا كان يتمرد على أمر الله. لأن في لطفة آدم سيخرج أنبياء ومرسلون وعباده الصالحون ومحمد وآل محمد. على كل حال، احنا نشوف في ايام محرم يجن جنون الاعداء، وهذا دائما، يعني بمقدار ما ان القرآن يضل البعض، يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. ايام محرم المؤمنون يلتفون حول الحسين واسم الحسين ومجالس الحسين وشعائر الحسين، لكن الأعداء بالعكس يجن جنونهم، يجن جنونهم، إما يتهمون. مثلا هالأيام تشوف أكو كلام، شفت اليوم في سايت CNN حديث حول أن الشيعة يلطمون على صدورهم لأنهم قصروا بحق الحسين، هم قتلوا الحسين، هسه تندموا ولكم إحنا قتلنا الحسين. يعني يزيد بن معاوية كان من شيعة الحسين، عبيد الله بن زياد كان من شيعة أمير المؤمنين، احنا قتلنا بعدين نلطم أنفسنا؟ هذا جلد الذات لأن ارتكبنا ذنب. بعدين يقول: وأما غيرهم، أسوي يجيب اسم أنا ما أجي، فإنهم يرون أن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. لماذا؟ لأن الله في هذا اليوم نصر موسى بن عمران وأغرق فرعون. زين روحوا شو دخلنا، نفترض ابن بنت رسول الله قتلتوه ذبحتوه، نحزن، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، احنا منهم. انت إذا ابنك قتلوه تفرح؟ يقول لك: يا أبو الحسين بالجنة. صح، حمزة ما كان في الجنة، لماذا قال النبي: وأما حمزة فلا بواكي له؟ ليش طلب من الناس أن يبكوا على حمزة؟ زين هابيل وين راح، في الجنة لو في النار؟ في الجنة، ليش حن عن قابيل؟ هذا دخل الجنة. على كل حال، أحيانا طلع في واحد مر قبل مدة قال: لا، الشيعة تدري ليش يلطمون، ليش يحزنون؟ لأنهم يحزنون على غرق فرعون. كذاب ابن 16 كذاب. يعني اسأل 500 مليون من شيعة أمير المؤمنين على وجه الأرض، شوف واحد من عندهم يتذكر فرعون؟ ألسنا مؤمنين بالقرآن؟ قال: يقدم قومه فأوردهم النار. هل نؤمن بهذا؟ نحزن على فرعون؟ بس كذاب كذاب. يومية فرض قضية جديدة، هذا ما يقوله علماؤهم. أما الطغاة فهم لا يحبون زيارة الحسين ولا عزاء الحسين، ما يحبوا، بمقدار ما يقدرون يجربون حظهم ويا الحسين.
يعني مشكلة الكرسي هذا الشيرة مالته اللزاق مالته هل قد قوي ما يشوف اللي قبله اللي قبله الذين قتل الحسين ايش قد بقوا في الدنيا كم حكموا عمر بن سعد وهو قائدهم الذي قاد الجيش الأموي لقتل الحسين هذا قتل الحسين حتى يصير والي على الري صار والي على الري لا خسر الدنيا والآخرة المختار ايش سوى به اجى توسط إلى عبد الله بن عمر وكان قد توسط لعبيد الله بن زياد يوم اللي كان في السجن عبيد الله بن زياد توسط له المختار عند عبيد الله بن زياد فلذلك عبيد الله ما قتله خلاه بالسجن وكان يوم قتل الحسين المختار في السجن فتوسط له قال له ما يخالف خلي يبقى في بيته ولا يحدث حدثا لا يغير لا يبدل يبقى بالبيت هذا بقى في البيت شاف جماعته يذبحون يقتلون جابوا فلان وقالوا له شلون قتلت وقام يشرح وقتلوه كما قتل جابوا الحرملة شلون قتلت عبد الله الرضيع قلبك ما رق عليه وإلى آخره خاف فطلع من البيت المختار مخلي جواسيس على البيت عرف أن هذا طلع يعني أحدث حدثا ما عمل بالشرط اشترط عليه صلى على محمد وآل محمد زين فقال له الفد واحد أخذ من جماعته قال له شوف ها راح طلع برا طلع برا اختفى بعد مدة واحد قال له بابا هذا اشترط عليك الآن أبحت له قتلك ما دام اشترط عليك وانت خالفت الشرط رجع مرة ثانية للبيت شوف شلون رب العالمين يرتب الأمور فأرسل واحد قال له شوف وين ما تشوفه تقتله لا تجيب لي هنا أينما وجدته لأن الحسين كان قد بشره بالقتل من يذبحك على فراشك مرتين الحسين وقف مع عمر بن سعد وعمل وياه حوار وبين له وقال له وإلى آخره ما فاد وياه قال له أرجو من الله أن كذا قال في الشعير كفاية استهزأ بالإمام الحسين ما علينا فقال له تذبحه وين ما حصلته راح كان على فراشه ذبحه وجاب راسه في مجلس المختار ومنه كان في مجلس المختار ابن عمر بن سعد فقال له المختار تدري هذا الرأس منه قال هذا رأس أبي وقبح الله العيش بعده قال قتله قتله قال أما رأس أبيه برأس الحسين وأما رأسه برأس علي الأكبر ابن الحسين وحدة بوحدة زين وينهم بذول القتلة شوية فكروا حينما قتل الحسين كما يقول الإمام زين العابدين لم يكن حينما قتل أبي إلا سبعة بيوت يوالون أهل البيت اليوم كم واحد كل سنة يزدادون من يوم اللي قتل الحسين إلى أن وصل السلطة في أيام عاشوراء تعزل حسب تعبيرنا في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه وهو ولي العهد وهو الذي بدأ طبعا الإمام الصادق بدأ لكن اللي انتشر أكثر شيء في عهد الإمام الرضا كان يعقد مجلس ويجيب الشعراء ويجيب الكذا ويبكون النسوان والرياجيل يعقد مجالس على ذبح الحسين واليوم احنا عندنا نصف مليار 500 مليون من شيعة علي والحسين ويحزنون في هذه الأيام إخواني هاي قضية إلهية هذه قضية ربانية تريد لو ما تريد وإلا فرجيش لجب دولة مترامية الأطراف أدها 100,000 من وعاظ السلاطين يلعنون عليا على المنابر المنابر اللي ما بنيت إلا بسيف علي عند مسجد رسول الله كانوا يلعنون عليا وصيه
وخليفته من بعده. كان عندهم كل شيء. يوم اللي خلصوا الحسين في يوم عاشوراء ساعات من بعد صلاة الصبح بدأت المعركة، بعد الظهر انتهت المعركة. فكروا كل شيء خلاص، بس كل شيء بدأ كل شيء من بعد مقتل الحسين. وإلى اليوم من جرب حظه مع الحسين فإن الله رمى به في مزبلة التاريخ، في مزبلة التاريخ، لأن الحسين قربان الله. ليش في القرآن عندنا تأكيد أن موسى ما قتل؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك بس ما قتل. عيسى ما صلب وما صلبوه وما قتلوه يقينا، ما قتلوا. وكذلك بقية الأنبياء ما قتلوا، لأن الله فديناه بذبح عظيم وهو الحسين. قربان الله في الأرض هو الحسين. وحسب رواية تقول إن الله خلق القلم ثم أمره أن يكتب، فأول ما كتب قتل الحسين، وثاني ما كتب نصر الحسين. هذا ما نؤمن به. وحينما نعزي أنفسنا ونلطم على صدورنا، قلت لواحد فلسطيني في سوريا أيام اللي كنا، قال ليش يجن جنونكم في أيام محرم؟ طبعا في السيدة زينب شيعة موجودين ومن قديم الزمان ويقيمون الاحتفالات ويقيمون المجالس، خاصة الأخوة العراقيين بالشارع يطلعون، بس يمكن غيرهم بالبيوت بالحسينيات بالمساجد، بس العراقيين لا، عارفين القضية. ليش؟ لأن الحسين قتلوه في صحراء أمام الملأ، على الأقل هم 33,000 شهدوا مقتل الحسين. تعرف ليش الإمام الحسين ما كان يعجب أن زينب تأتي إليه؟ يقول روحي ارجعي روحي، ما كان يريد يشوف الأخت تشوف الذبح أخوها، بس هم شاهدوا. ولذلك بالنسبة لنا المقتل شيء ثابت 100%، لا يشك في قضية مقتل الحسين وفي يوم عاشوراء. وعلى فكرة احنا ما عندنا في التاريخ اسم عاشوراء، كلمة عاشوراء ما عندنا، عاشوراء صارت بعد مقتل الحسين. وإلا العاشر من صفر، العاشر من أفرض ربيع الأول، العاشر من ربيع الثاني، عاشر. كلمة عاشوراء هذا الاسم، هاي الكلمة مصبوغة بصبغة الحزن، عاشوراء. طلعوا روايات أن النبي حينما هاجر من مكة إلى المدينة أيام محرم، فشاف أن اليهود يصومون، قال ليش يصومون ذولا؟ ذولا ليش يصومون؟ قالوا هذا يوم عاشوراء، يوم انتصار موسى على فرعون. قال أنا أولى بموسى، أدري عن النبي تعلم من اليهود؟ من عدم تعلم شيء يسوي؟ مو إن هو إلا وحي يوحى؟ بعدين للعلم، مو الكذب يطلع مهما كان مصفد يطلع كذب. يقولون ما عندنا كذبة مخفية، عندنا كذبة بالظلام الليل بس بالنتيجة تنكشف. الكذب يبين. النبي ما هاجر من مكة إلى مدينة في محرم، اتفق المسلمون فيما بينهم أول محرم أول السنة، ما هاجر الأيام. على كل حال نحن نرى أن هذه القضية قضية إلهية، وأصبح دم الحسين في قبضة الله. أنا الليلة أريد أقرأ لكم في الحديث شوية مطول، بس شوية تصبرون وياي. هذا الحديث في الحقيقة يرويه أحد أصحاب الإمام زين العابدين، ورجل اسمه زائدة من أصحاب الإمام التقى بالإمام، وهذا الحديث مروي في كامل الزيارات، وهو من أصح الكتب لابن قولوي القمي. يقول الإمام لزائدة: بلغني أنك تزور قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحياناً. فمرة واحد سألني قال: أنتوا كل سنة تروحون زيارة الحسين؟ قلت له: ده نقدر كل يوم،
شنو كل سنة؟ كل يوم إذا نقدر، إذا لا نوفق فعدم توفيقنا. زائد يقول: فقلت إن ذلك لك ما بلغك. صح، أنا أروح أزور الحسين أحيانا. فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك؟ سلطان منطقتك لك مكان عنده، الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، والواجب على هذه الأمة من حقنا. هذا السلطان ما يشوف عنده فضل، ولا يعجب فد واحد يذكر فضلنا. فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله. هاي الرواية هو زائدة ينقلها. فقلت: والله إن ذلك لكذلك. يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا، يعني أنا ثلاث مرات أقوله وهم يقول. فقلت: والله ليش تزور وأنت سلطانك ما يرضى؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه، ما يهمني. فكررت هذا الكلام، الإمام مكرره. فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر بخبر. الإمام ده يقول له إلي بشارة إليك، بخبر كان عندي في النخب. يعني هذا الخبر كلش خبر مهم مستور، النخب المخزونة. فإنه لما أصابنا بالطف، الإمام ده ينقل، أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبي عليه السلام، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب، يراد من الكوفة. يوم اللي الأجساد على الأرض جابونا ركبونا على الأقتاب ويردون يودونا إلى الكوفة. فجعلت، الإمام يقول، أنظر إليهم صرعا ولم يواروا، فعظم ذلك في صدري، قلب لزم، واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج. بعد شوي أموت. تدري الإنسان ما يتحمل الحزن إلا بمقدار الطبيعة. بعض الناس يموتون بالفرح، بعض الناس يموتون بالحزن. أكو، أنا أعرف كثيرين، ابن الرجال مات بالسكتة أو بحادث، الأبو بعد يوم سوى سكتة ومات، ما يتحمل الحزن. يقول الإمام: فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى. زينب ويانا يعني شافتني أنا دا أموت، بنت علي عليهم السلام. فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. التبقية الماضين، يا ثمالة الواضي، ماضين شبيك، كأنه دا تموت. فقلت: وكيف لا أجزع، وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي مرملين، مضرجين بدمائهم، مرملين بالعرى، مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. كانوا جماعة غير مسلمين، غير مؤمنين، ناس من الجهلة، هم الديلم وخزر. فقالت: لا يجزعنك ما ترى، لا 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 تجزع الشكل. فوالله، زينب تقول: إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جدك وأبيك وعمك. هذا عهد معهود، هذا شيء مقرر عند الله. ولقد أخذ الله ميثاق أناسا من هذه الأمة لا تعرفهم، ميثاق لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء مفرقة، والأعضاء علي الأكبر قطعوا، كل الشهداء قطعوه، كل الشهداء مثلوا بجثتهم، كلهم شالوا رؤوسهم،
وأما الحسين فمرروا عليه الخيل حتى ما يبقى إلى شهادة قبر، جسد مقطع. ثم تقول سلام الله عليها: وينصبون، هذا شاهدي، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك. لا سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا ظهوره وأمره إلا علوه. أنا قلت لواحد من عدم، قلت شوف إحنا من بطل من الحسين؟ إحنا من بطل؟ شيعة علي ما يبطلوا من الحسين. الحسين لن يقتل مرة أخرى، عبد الله الرضيع لا يرمى بسهم مرة أخرى، علي الأكبر لا يقطع جسده مرة أخرى، العباس لا تقطع يده مرة أخرى، زينب لا تصبى مرة أخرى. إحنا واقفين، طريقنا إلى الجنة. بطل من الحسين بكلامكم خزعبلاتكم، إحنا مع الحسين، من بطل؟ أنتوا بطلوا، ما عندنا مشكلة وياكم. يقول، تقول السيدة زينب سلام الله عليها، فقالت نعم. الإمام قال: وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ قالت نعم، حدثتني أم أيمن. تعرف حينما ضرب الإمام علي إجتي زينب، أو آخر لحظات حياة الإمام، أن أم أيمن حدثتني بحديث. شنو قصة كربلاء؟ فقال لها الحديث كما حدثتك أم أيمن. راحت سمعت من عدا، اسمعوا هذا، حدثتني أم أيمن، وأم أيمن من أمهات المؤمنين المجمع عليها في أنها صادقة وصالحة ومؤمنة رحمة الله عليها، أن رسول الله زار في يوم من الأيام، زار منزل فاطمة عليها السلام في يوم من الأيام، فعملت له حريرة، وأتاه علي بطبق فيه تمر، حريرة سوتها فاطمة، التمر جاب علي. ثم قالت أم أيمن: فأتيتهم أنا بعس فيها لبن وزبد، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين من تلك الحريرة، وشرب رسول الله من اللبن، وشربوا من ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ذاك التمر والزبد، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده، وعلي يصب عليه الماء، فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه، ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين. النبي جاي ضيف عندهم، كلهم مجتمعين ماكلين أكل وشاربين ومرتاحين، نظرا عرفنا به السرور في وجهه. طالع علي حسن حسين وسر بهم، عرفنا به السرور في وجهه، ثم ربق بطرفه نحو السماء كأنه نزل عليه جبرائيل، يعني طالعهم ارتاح لهم سر بذلك. نظر رمق بوجهه نحو السماء مليا، ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعا، ثم خر ساجدا وهو ينشج فأطال النشيج. بالسجدة قام يبكي، أطال النشيج وعلى نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطر. فحزنت فاطمة وعلي وحسن والحسن والحسين، وحزنت أم أيمن تقول معهم لما رأينا من رسول الله، وهبناه أن نسأله. شنو صار يا رسول الله؟ الآن صرت مسرور، ليش لقيت تبكي؟ ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر فترة، خلى رأسه إلى القاعدة يطالع، وحزنت لما رأيناه من رسول الله وهبناه أن نسأله، حتى أطال ذلك مدة ساكت ليطالع الأرض. فقال له علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك. فقال: يا حبيبي، إني سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط،
وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم إذا هبط إذ هطبط علي جبرائيل. فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى اطلع، صلى على محمد وآل محمد. إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وصبطيك، فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة، لا يفرق بينك وبينهم، يحبونك ما تحبى ويعطونك ما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا. الله يعطيك أكثر مما ترضى، على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك، من أمتك براء من الله ومنك، خبطا خبطا وقتلا قتلا شتى مصارعهم، نائية قبورهم، خيرة من الله لهم ولكم فيهم. فاحمد الله عز وجل على خيرته وارض بقضائه. يا نبي يا رسول الله لازم ترضى، هذا قضاء الله، هذا قدر الله. فحمدت الله ورضيت بقضائه بما اختاره لكم. ثم قال لي جبرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أخاك مضطهد بعدك، ما يطوح حتى منصب شرطي ولا يعينه قاضي. 24 سنة دافعت عن الرسول والرسالة، 24 سنة يخلوه مسجون في بيته. إن أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك يقتله أشر الخلق والخليقة ابن ملجم وأشقى البرية، يكون نظير عاقر الناقة ببلد تكون إليه هجرته، يعني كوفة نجف، وهو مغرس شيعته، كوفة مغرس شيعة الإمام علي وشيعة ولده، وفيها على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم. وإن صبتك هذا وأما رسول الله بيده إلى الحسين مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض يقال له لها كربلاء. فالمرة هذا قريته فد واحد قال زين يعني كربلاء الإمام الحسين كان يعرف كربلاء، ليش سأل ما اسم هذه الأرض؟ واحد لما يسأل مو يعني ما يعرف. الله قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما كان يدري هذا عصا كربلاء، يقال له لها كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك، من أجله أنهم فعلوا بالحسين ما فعلوا، فإن الله عز وجل يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه يوم القيامة ولا تفنى حسرته، وهي كربلاء أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة. لما نقول كربلاء المقدسة مو هذا كلامنا، كلام الله لرسوله عبر جبرائيل، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة، يقتل فيها صبتك وأهله، وإنها من بطحاء الجنة. عند في الروايات يوم القيامة يؤتى بأرض كربلاء ومن عليها ويهدونها إلى الجنة. فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيها صبتك وأهله وأحاطت به كتائب أهل الكفر واللعنة، تزعزعت الأرض من أقطارها ومادت الجبال وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجها وماجت السماوات بأهلها، غضبا لك يا محمد ولذريتك واستعظاما لما ينتهك من حرمتك ولشر ما تكافأ به في ذريتك وعدرتك. قال القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا قتل القربة، قتلهم ذبحهم سووا بهم اللي تردون إلا المودة في القربة. ثم ولشر ما تكافأ في ذريتك وعترتك ولا يبقى شيء من ذلك إلا استأذن الله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله على خلقه بعدك، ف
فيحلها إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن، إني أنا الله الملك القادر الذي لا يفوتني هارب ولا يعجزني ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام، وعزتي وجلالي لأعذبن من وتر رسول الله رسولي، لأعذبن من وتر رسولي وصفيي وانتهك حرمته وقتل عترته ونبذ عهده وظلم أهل بيتي عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فعند ذلك يضج كل شيء في السماوات والأرضين بلعن من ظلم عترتك واستحل حرمتك. فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله، يعني الإمام الحسين وأهل بيته، تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده، وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة، فغسلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها الحلل وحنطوها بذلك الطيب، وصلت الملائكة صفا صفا عليهم، ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار، مو ما يعرفهم هذا منه هذا منه، ما يعرفون صفاتهم، لا يعرفهم الكفار، لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم. زينب تقول للإمام زين العابدين يوم اللي شافت أنه ده يخلي، يعني ده يخلي روحه ده يموت، فقال لا تخاف ترى يجون أشخاص، هكذا قال الله عز وجل، فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك المطحاء، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز، وتحفة ملائكة من كل سماء، وتحفه تحف الإمام الحسين ملائكة من كل سماء، 100,000 ملك في كل يوم وليلة، كل 24 ساعة 100,000 من ملائكة الله يزورون الحسين، وفي بعض الروايات إن أكثر ما خلق الله الملائكة، لكن مو كلهم يحصلون فرصة لزيارة الحسين إلى يوم القيامة، اللي يجي مرة بعد مرة ثانية ما يصير عنده فرصة، ويصلون عليه ويطوفون عليه ويسبحون الله عنده، ويستغفرون الله لمن زاره، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله تعالى وإليك بذلك، وأسماءهم هم يكتبون أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم، ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله، هذا زائر قبر سيد الشهداء وابن خير الأنبياء. يعني يوم اللي تروح تزور الإمام الحسين الملائكة يكتبون وجه على وجهك يوسمون، يعني يبقى إلى الأبد، هذا زائر قبر سيد الشهداء وابن خير الأنبياء. فإذا كان يوم القيامة سطح في وجوههم من ذلك الميسم لأبصار يدل عليهم ويعرفون به، وكأني بك، الله يقول وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل وعلي أمامنا ومعنا ما لا يحصى عددهم من الملائكة، ونحن نلتقط من ذلك الميسم، عفوا، ونحن نلتقط من ذلك الميسم ونلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق، يعني كل واحد من ذول الشيعة اللي زائر الإمام الحسين نلتقطه، وحتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده، وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به غير الله عز وجل، وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة. شوف اللي يوقف قدام الحسين ملعون، أول صار ملعون بعدين وقف قدام الحسين، لمن ثم يقول والسخط أن يعفو رسم ذلك القبر ويمحو أثره، يحاولون أن هذا القبر يشيله حتى ما يكون أثر والناس يزوره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. ثم قال رسول الله، فهذا أبكاني، جاب هذه الحديث ثم قال الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين، فهذا ما أبكاني وأحزنني. قالت زينب،
فلما ضرب ابن ملجم أبي عليه السلام ورأيت عليه أثر الموت من قلت يا أبتي حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منه. فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبنات أهلك سبايا. الإمام علي ده يقول لزينب سبايا بهذا البلد أدلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لله على ظهر الأرض يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر إن إبليس لعنه الله في ذلك واليوم يطير فرحا. يوم اللي انقتل الإمام الحسين إبليس فرح قال ورطتهم أمة محمد ورطتهم قتل الحسين فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم روحوا على الشيعة لأن ما بقوا إلا هذول فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكموا ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتهم. إبليس يقول يعترف أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح. إذا عدوك عمل صالح الله ما يقبل. لأعذبن كل أمة دانت بغير ولي من أوليائي وإن كانت الأمة في نفسها برا. أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر. لهنا الإمام كمل كلامه زائد يقول ثم قال علي بن الحسين بعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولا لكان قليلا. لو أنت السنة تدور حتى تحصل على هذا الحديث هذا قليل. الحسين طريقنا إلى الجنة إن شاء الله. نرجو من الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم وعزاءنا وزياراتنا للإمام الحسين ويوفقنا لذلك في كل عام إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا مهدي حجة الله يا الفرج الله حجة الله يا مهدي حجة الله يا مهدي علي علي عجل اللهم خلي داوي اللطمة عجل اللهم